يأمل البولندي بيوتر دوديك البالغ من العمر 88 عاما والمعروف بلقب جونيور أن يصبح رسميا أقدم راكب شراع في العالم. وكان دوديك يمارس رياضة ركوب الأمواج شراعيا منذ 40 عاما، وقال إنه يمارس هذه الرياضة من أجل الصحة والإطالة العمر، وأضاف أنه احتاج إلى ركوب الأمواج مرتين على الأقل هذا الربيع لتحطيم الرقم القياسي العالمي.